سلام عليكم. طبعا ما ينفعش يعدي علينا العيد الا بصينيه الرقاق. هنعمل النهارده صينيه رقاق حلوه جدا بجد، تحفه هتعجبكم. عايزه كمان اوريكم من جوه عامله ازاي والطبقات بتاعتها. بص بقى شكلها من جوه عامله ازاي والتوريقه بجد حاجه تحفه جدا. يلا بينا نبتدي الوصفه مع بعض. اعملي الاول الغصاب، معايا طاسه حطي فيها كده شويه زيت. انا مش بحط زيت كتير لان اصلا اللحمه بتنزل الماده الدهنيه بتاعتها. بعد كده احط البصله، بصلايه كده كبيره، يعني اديها تشويحه بس كده. بعد كده انزل باللحمه المفرومه. بعد كده بقى بنزل باللحمه المفرومه. بفضل بقى مستمره في التقليب. بعد بقى ما اللحمه استوت معانا بحط طبعا الملح. فلفل كده، معلقه صغيره 7 بهارات بس كده، ما ضفتش اي توابل تاني. هي كده خلصت معايا. عندي بقى الصينيه اللي انا هعمل فيها الرقاق، بدهنا كويس جدا بالسمنه. عندي بقى شوربة لحمة، احط لها كده معلقة سمنة بلدي. طبعا الشوربة تكون مغلية، تكون سخنة جدا، سيحها كده. عندي بقى الرقاق، هي بقى سقيان الاول بالشوربة على الناحيتين. اهم حاجه اسقيه بالشوربه كويس جدا ناحيتي والناحيه الثانيه. بعد كده بضيفه بقى بالصينيه واحده كمان. قلت لك اهم حاجه الشوربه تكون سخنه. اتقطع معانا برضو ده بناخده عادي بنحط، كل ده مش هيبان. طبعا بنحط 4 رقاق من تحت و4 من فوق. عايزه تخليهم 5 ماشي بس مش اكتر من كده عشان يطلع معاكي حلو. بين كل رقه ورقه بندي كده مسحه سمنه عشان يطلع معاكي مورق. بعد ما حطينا الرقات من تحت بنبتدي بقى نحط عليها الحشوه. ممكن كمان تضيف للحشوه فلفل الوان لو انت عايزه. بتبقى كده وزعيها في الصينيه. الصينيه دي اخدت معايا 1/2 كيلو لحمه عشان يطلع معاكي حلو. طبعا بتخليش الحشوه تبقى في الحروف. تيجي بقى اعمل نفس ما عملت الطبقات من تحت اعملها برضو من فوق. ممكن تعملي بصينية مربعة، ممكن بصينية مدورة عادي. طبعا اهم حاجة منساش مسحة السمنة، يعني مسحة بسيطة كده مش كتير. خلصنا الصينية بتاعتنا، طبعا بندهنها من على الوش كده سمنة
لو انت عايزه تحطي لها كبشه شوربه حطي لها، عشان لو انت عايزاها طريه قوي انا مش هحط لها، بحبها كريسبي شويه. دخلها بقى الفرن ونشوفها بعد ما تطلع. بس بقى شكل الرواق بتاعنا بعد ما طلع من الفرن بجد وصفه بتتكلم عن نفسها، والتوريقه بتاعته حاجه تحفه جدا بجد. جربوا الطريقه دي هتدعوا لي عليها. يا رب بقى يكون النهارده الفيديو عجبكم، اشوفكم ان شاء الله في وصفات تانية كتير. دمتم سالمين في رعايه الله وحفظه.